مدام فردوس كل او اغلب اسمائك في المسلسلات فاطمه، ليه؟ انا عارف ان الاسم ده غالي عليك. اسم امي حاجة فاطمه حسين. ايوه مظبوط. إيه؟ انا عارف المعلومه دي من زمان الحقيقه، بس يمكن كنت عايز الناس كمان تعرف. امي حبيبتي الله يرحمها. انتوا كنتوا ثلاث بنات. احنا كنا ثلاث بنات. مين ومين ومين؟ منى وليلى وانا. انا كنت المتوسطه الوسطانيه. والدك رحل فجاه، واتصور انه غيابه رحل كان دور كبير او تاثير كبير في حياتك. جدا، لانه هو برضو كان صديقي قوي، يعني علاقه كانت فريده من نوعها. لما الاب يصاحب البنت، انا كنت اقول له على كل حاجه وما خجلش ابدا ان انا اقول له زي ما يكون واحده صاحبتي، وكان يديني النصيحه من غير ما يندهش، لانه ممكن اكون بقول كلام او في تصرفات هو ممكن يتخض منها او حاجه، لكن كانت علاقه جميله جدا جدا، وكنت حاسه ان هو يعني واحدة بنت صاحبتي بقول لها كل أسراري. وكل لما هو توفى طبعا بدري، ده عمل لي هزة فظيعة جدا جدا، وقعدت يمكن سنة أو أكتر وأنا يعني مش عارفة أتوازن وبس. الله يرحم. أنا عايز أهنيكي مرة تانية وأقول لك مبروك أدائك الرائع، وده مش غريب على حضرتك. واسمحي لنا أن أهديكي في نهاية اللقاء درع تكريم قناة الحياة وبرنامج واحد من الناس، وأقول لك مبروك يا مدام فردوس. شكرا جزيلا. ومبروك كل حاجة حلوة قدمتها لنا. الله يخليك. وفنك الرائع وتاريخك. شكراً. المشرف. شكرا. وننتظر منك كمان إن شاء الله. الله يخليك. اللي جاي أعمال وعمل. شكرا جزيلا. نورتيني النهاردة، وأنا حبيت يعني يبقى التكريم ختام الحوار. شكرا. وميرسي شكراً. جدا لحضرتك. ميرسي، وكل سنة وأنتم طيبين وبخير. الله يخليك. كان معكم الأستاذة الكبيرة فردوس عبد الحميد في واحد من الناس.